Bismillah, nous vidéo la partie 2 liée à la télévision numérique terrestre ou TNT. Alors, la télévision numérique s'inspire largement de la télévision analogique. C'est ma maïche baïd alayha, les bandes de fréquence, mais bête d'étonge. Les modifications majeures sont les amines ou les kbar, les bêtes d'étonge. Il y a la compression des sources audiovisuelles. Sources audiovisuelles et climat audiovisuel, comme la main audiovisuelle, c'est-à-dire le son, les voiles audio. Ou le visuel, il y a l'image, c'est-à-dire d'écrire la compression. Chez la compression, ou le dhart. Ou le dhart, ou le dhart, ou le dhart, parce que nous avons fait une quantité de l'information. Mathalan, il y a le fichier intérieur, il y a 12 mégas, mathalan, octets, 12 mégas. Avec la compression, nous pouvons rechercher 6 mégas, c'est-à-dire le nus. Alors, nous avons fait le stockage, ou nous avons fait la durée de l'irsal. Et le mode d'acheminement de l'information audiovisuelle, c'est-à-dire direct l'irsal les informations. La télévision numérique peut utiliser différents modes de diffusion. Alors numérique, nous pouvons le voir par satellite, qui maintenant est dans le Jazeera. Il s'appelle le DVB-S, mais Digital Video Broadcast, Digital Video numérique. Broadcast, il y a diffusion. Alors DVB-S, c'est par satellite, ou là par le câble qui m'a fait faire ça. Dans les grandes villes, باش علاه واش هما ما يخرجش يشتيو شي يديروا يشوفوا هما عندهم لاسبي استيتيك سما تاع البها ما يشتيوش يشوفوا لي باتيمون ولي زيمبل تاعهم معمرين بلي بلي زاسيات تاع البارابول. على هذه داروا لهم لو كابل، الكابل تاع التلفزيون يوصلك حتى للدار. هذا يقولوا له دي في بي، نبقاو توجور في لا تيليفزيون نيميريك بار كابل، يقولوا دي في بي سي لو ريزو ولا بار ريزو انترنت، نوتامون غراس على ليفينمون دو لا دي اس ال. كاين اللي يتفرجوا من المودام تاعهم تاع الانترنت، عندك تقدر تهز كابل ومن المودام تاعك وتبرونشي باش تتفرج به لا تيليفزيون، ولا لو كانال هرتزيان اللي هو دي في بي تي تيرستر ترانزيسيونيل عادي خلاص. هنا اون ايماج ا بيبري نشوفوا لي ديفيرون تيب. الوغ عندنا لو دي في بي اس هنايا بار ساتيليت اللي هو المستعمل هنا بزاف في الجزائر. داكور، هنايا كيما حنايا واش نديرو، عندنا بارابول، عندنا ديمو نيميريك، وعندنا تيليفيزور. داكور، عندنا ان تيليفيزور ولا بار لا دي اس ال، سما تبرونشي في لا بريز تاعك تليفون، هذا الكابل تاع التليفون تدخلو في المودام، المودام تهز كابل تدخلو في الـ في الـ في الـ في الديمو تاعك تاع التلفزيون. ولا كيما في فرنسا عندهم ديريكت اون بريز في الحيط، بريز كابل ديريكتومون تدخل في المودام في الديمو تاعك نيميريك، ولا بار اونتين. هنا كيما في فرنسا احنا ما عندناش هذه، هذه ديريكتومون من لونتين لهنا للتلفزيون. الوغ لا ديفيرونس ما بين نيميريك و لانالوجيك، انه لانالوجيك من لونتين ديريكتومون للتلفزيون، وفي النيميريك من لونتين للادابتاتور اللي هو هنا نقولوا عليه الديمو تاع التلفزيون لا تلفزيون. الوغ ديجيتال فيديو برودكاست دي في بي هي ديجيتال فيديو برودكاستين اللي هو البث، بث كيفاه نشوفوا ان سيستيم دي في بي تي داكور و تي ان تي. باختصار عندنا لو سونتر دو ديفيزيون، هذا مسؤول على البث داكور، يبعث لي ديستريبيوتور سي دي سونتر داكور. هذو لي سونتر هما اللي مبرونشين في لي زونتين، هما اللي يبعثوا لي زونتين في لي ديفيرون زون دروا، ومن بعد هو يبعث على غراند ديستانس داكور. تقرب تقدر تستقبل تي ان تي تاعك سوا في التلفزيون في الدار ولا بورتاتيف، بيسك حنا هنا في الجزائر ما عندناش دي تيليفيزور بورتاتيف، هما عندهم تقدر شغل جاي كل بوست هو في ايكرون وتهزو تروح تتفرج التلفزيون، تبغي تتفرج لبرا ولا تتفرج في البيرو ولا تتفرج في المقر تاع العمل تاعك ولا اي حاجه. اذا عاودنا رجعنا للهيستوريك تاع النيميريك تاع لي ترانسميسيون نيميريك، اليو اس هي اللي كانت عندها الاسبقيه في 1994، دارته الجراند بيبليك سما الناس الكل. ومن بعد ربع سنين من بعد في 98 لا جراند بريتاني دارت لي شان تاعها نيميريك. ومن بعد ظهرت لاباريسيون تاع النوفيل نورم امبيك 2 اللي هي جايه امبيك 2، وش هي؟ سي موفي بيكتشر اكسبير جروب. هذه طريقه كومبريسيون للفيديو باش ما يهزش بزاف في ليسباس في ميموار، يقدر نقدر نبعثوه ما يصراش ان بلوكاج. ومن بعد لا نيسونس تاع لا نورم امبيك 4 ولا امبيك 7 هاي في 2000 سيتادير من عام داكور. ومن بعد لاتريبيسيون دو فريكونس بور لا تي ان تي ان فرانس في 2003 وفي 2005 لومبلوا دو لا تي ان تي ان فرانس. كاين فرق كبير ما بين تقريبا تقدر تقول واحد 9 سنين ما بين الامريكان ولا فرانس في لو ديبلويمون تاع لا تي ان تي.
La télévision numérique offre multiples avantages. Alors, je vois l'avantage par rapport au TAT, c'est-à-dire que les gens ont été introduits sur les chaînes pour la diffusion de la télévision. Un plus grand nombre de chaînes, jusqu'à 18 chaînes gratuites au lieu de 6. Je crée la démo analogique, on a un journal analogique, on a un DVBS. On a les 6 chaînes de France, TF1, TF2, France 2, France 3, France 4, France 5, M6, CDC, Canal+. D'accord, qu'on a 7 gratuits, mais on connaît ce qu'il y a. Alors, l'analogique, qu'on a eu besoin d'avoir 7. Mais c'est le numérique qui donne, ou là où il y a besoin de 18 chaînes. 18 chaînes dans le numérique. Qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui n'est pas payant. نقدر alors ou là عندك un choix de programme plus large, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes مثلاً des chaînes spéciales documentaires تاع شريطة فقط بكري تستنى حتى يكمل هذا باش تفرج انت الاولاد يتفرجوا الكوميك ومن بعد الاخر يتفرج المسلسل ولا ما عرفش ولا الفيلم ومن بعد واحد يجي يتفرج النشرة alors كانت ديفيزيا شوية بس هذوك مع النيميريك وليت تتفرج اي حاجه اللي باغي دوكيومونتير عنده دي شان تاع الدوكيومونتير اللي باغي يشوف الاخبار عنده دي شان سبيسيال تاع الاخبار دي شان سبيسيال تاع الديس انيمي تاع الاولاد سي دو سويت انا ولا عندك شوا بلو لارج ومن بعد ولاو عندنا دي شان اوت ديفينيسيون هنا ولات الاتش دي سمعت التصويره ولات نات داكور اتش دي وفول اتش دي و4 كا سي دو سويت ولا الثاني عندك ان جيد دي بروغرام انتيغري سما تقدر تشوف درك واش راهو يمشي قال الفيلم الفلاني من قداه يبدا على قداه يبدا والفيلم التالي من قداه يبدا على قداه يبدا وثاني تلقى حتى بتي تيكست قال لك يحكي لك ابيبري ليفينمون واش راهو يصرى في هذا الفيلم ابيبري بور افوار اون ايدي الور ولا ثاني عندك ميور كاليتي ديماج دي سون سما ماهوش ليماج برك اللي ولات اوت ديفينيسيون حتى السون ولا ثاني نوعية مليحة ستيريو ولا هوم سينما ولا اختكش سيت ان سينيال اللي فيه 4 باف و 5 باف انسي دو سويت الو اللي كانوا تاع تي ان تي هما نفسهم تاع تي تي الو غاردات دي نفس بوند الو كيف نكالكولي ولا فريكونس تاع الكانال تاعنا اسما قال كانال 21 مثلا هنا نهزوا لا فورميل هذه لا فريكونس 306 زي 8 في رقم الكانال مثلا نهزوا مثال اللي هو 21 القناة 21 اللي جو بونس راهي في البوند 3 راهي هنا راهي هنا لا لا اها هي هنا في البوند 4 لاختكش لا فريكونس تاعها هي نلقاها 474 الور هنا 474 هنايا في الديبي هنايا داكور كيف نحسبوا لا فريكونس تاعها نقولوا 306 زائد 21 هو رقم الكانال في 8 ميجا اسم العرض تاع لاشين تاعنا اللي هي 8 ميجا بيكسل الكانال هذا دركا يولي يحكم يولي بدل بكري يبعث لنا فرد شان يبعث لنا فرد شان دو تيليفزيون دركا في النيميريك يولي يبعث لنا اقل شيء 6 سي شان يهز هو وحده سي شان هنا ولا عندنا ربح كبير في استدي نقدر نكري دي شان قد ما نبغي اون بليس كاين ملاحظه نزيدو 166 كيلو هرتز تاع لا مارج دو غارد تاع ما بين كانول وكانال لازم كاينه واحد لامارج صغيره باش ما يصيرش تدخل ما بين الكانال والكانال ادجاسون كيما هنا ال20 وال21 نزيدو 474 نزيدو لها 116 تولي لنا 474.116 ميجا هرتز باش نخليو واحد لامارج ما بين البوند والبوند اللي توليها باش ما يصيرش تدخل في لي سينيو نجيو نشوفو كوتي انستالاسيون تاع لو ريسيبتور راهو يستخدمو هنايا هما يستخدموا لي راتو لي زونتين راتو لي كما قلنا دي زونتين ياغي داكور ولا دي زونتين انتيريور او واحد لي زونتين صغار تحط فوق التلفزيون يا بعد داكور الوغ هذا سيستم قديم تاع تي اي تي داكور واش نشوفو لي زونتين ياغي داكور وحده تاع الاي اش اف وحده تاع الفي اف اش الفي اش اف استخدموا لي دو بوند ومن بعد يفوتوا على ان كوبلور سيتادير ما يدخلولكش تاع زوج خيوط للدار يدخلك فرد خيط كوبلور يكوبلي هذا مع هذا داكور ويزيد لو امبليفيكاتور وشو هنا ريبارتيتور لهنا لا يسمى اذا بغى يدير دو تيليفيزور في الدار اذا ما بغاش يدير ما يحتاج ريبارتيتور هذا ريبارتيتور سما يهز خيط ويخرج زوج خيوط داكور ونشوفوا باللي الخيط نو يسمى اوتوماتيكمون راهو يمل لونتين ديريكتومون التلفزيون بصح في النيميريك واش يحتاج نفس لي زونتين ما يبدلهمش داكور يستخدم ان كوبلور يا شيف باش يدخل زوج خيوط ويخرج خيط ان امبلي تاع لي زونتين اذا كان نيسيسير اذا كان السينيال ضعيف داكور ومن بعد كيما هنا يستخدم زوج دو تيليفيزور في الدار يقدر يستغني على واحد الور ديريكتومون يدخل الخيط هنا يقدر يزيد اليمونطاسيون دو لومبلي لاخاطش لومبلي هنا يحتاج التغذيه داكور
ومن بعد يدخل ديريكتومون يدخل في المودم صح، يدخل في الديمون تاعنا تاع النيميريك باش يفوت التلفزيون. هذا هذه لا ديفيرونس هنا، هذا زايد لهنا بارابور لهذا، الباقي تقريبا متشابه. الور هنايا نلاحظوا الفرق ما بين الكانال، في الكانال ما بين النيميريك والانالوجيك. شوفوا معايا هنا مليح، هنا سان كانال فرت كانال لو كانال كانون 3، هنا نيميريك، هنا واش نلقاو فيه؟ هنا نلقاو فيه هنا نلقاو فيه تقريبا سيشان، هنا نلقاو هنا راكم تشوفوا باللي لا بوند سبيكترال اوكيبي برسك من البدايه للنهايه اوكيبي. وهنايا نفس العرض بصح راهي انالوجيك الكانال 44 اللي يوالي ال 43 اون بال. هنا شوفوا كاين ما يستغلوش الكل، هنا يهز فرد شان على اون شان انالوجيك بنفس العرض بنفس لوكيباسيون سبيكترال، في النيميريك تهز سي شان. الور هنا هو الربح، الور هنا عندي 5 شان دو بلوس.